رفض عروضا من فرنسا ودول الخليج وفضل أن يبقى في وطنه، لكن العراقيل في الإدارة هنا جعلته يشتغل كنادل في أحد المقاهي لسنوات، فقرر العودة مرة أخرى واخترع مكيفا صديقا للبيئة واختراعات أخرى يتمنى أن تغير العالم. نتابع قصة نجاح وكفاح بالقاسم حايف من ولاية البليدة في هذه الحلقة. السلام لقيتو في نكون بسيط ما نخممش انه نخدم قهواجي، هذاك هو راحة البال وهذاك هو السلام اللي خلاتني باش نعاود نراجع نفسي، وهي اللي خلاتني باش نعاود بالك لو كان ما خدمتش قهواجي ما نعاودش نولي نروبروني للابحاث تاعي. هذا كان ملاذ، كان ملاذ لهروب من الواقع. صح كانت صدمة ليا وعشت يعني معيشة ضر ياسر كي يكون عندك أفكار وعلى بالك لي باللي أنت قادر تلحق وعلى بالك باللي قادر تدير هذه وتدير هذه وتدير هذه وتصيب ما كاش لي مويا ولا راك عايش في مستوى غير اللي أنت راك حاب تعيشه. والمستوى هنا ما نقصدش به الاموال، خاطر كاين بزاف ناس كيقولوا المستوى يربطوا بالمال، لا لا، المستوى العلمي، المستوى الثقافي، المستوى الاجتماعي. معكم الأخ حايب القاسم من بلدية ودع العينك ولاية بليدة، باحث ومخترع في مجال الطاقة البديلة، متحصل على شهادة بكالوريا سنة 1993، التحقت بالجامعة سعد دحلب ولاية بليدة 1993، تحصلت على شهادة ديا اون انفورماتيك دي جيستيون. في سنة 2000 قمت بعدة اختراعات، من بينها موزع آلي، نوتو ديستريبيتر. موزع آلي هذا كان يختلف عن الموزعين الآليين اللي كانوا موجودين آنذاك في دول أخرى، أنه لاموني يرجع الصرف، يعني يحسب لك واش تشري واش ما تشريش ويعاود يرجع لك الصرف. في سنة 2000 قمت بإنجاز لافتة إشهارية كانت الوحيدة في الجزائر آنذاك. كان عندنا حلول للسيركيلاسيون، الزحمة تاع السير في الجزائر العاصمة، وبروبوزيناها آنذاك بطريقة ذكية، لكن الظروف الصعبة اللي كانت تمر بها البلاد كانت منعكسة على علينا احنا الباحثين، خلتني باش نحبس الاختراعات هذوك ونحبس المشاريع تاوعي، وتوجهت باش خلتني الظروف حتى نروح باش نخدم قهواجي، القهوة لمدة 5 سنوات. بدايتي الجديدة مع الجزائر الجديدة، بعد ما جاء السيد الرئيس عبد المجيد تبون، شفت بلي كاين أمل، وكاين أمل في أنه الجزائر تتغير إن شاء الله بإذن الله، والحمد لله أني نشوف بلي راهي ماشية.
درنا سيستم يراقب الطاقة الشمسية، يراقبها من ناحية الحرارة، من ناحية نسبة الرطوبة، من ناحية اسكو يعني تسخت ولا ما تسختش، يقوم بتنظيفها عن طريق برنامج. انت اللي دير هذا البرنامج، البرنامج هذا ديرو على حساب المنطقة اللي راهي فيها هذه الطاقة الشمسية. إذا كانت منطقة فلاحية يعني كثرة الغبار وكذا ديرها اللي بلي تنقى شاك سومان، إذا كانت منطقة غير فلاحية شاك كنجور باش ما نخسروش طاقة. هذيك المياه اللي نستعملوها في التنقية ولا في التبريد نصفوها بالدور تاعها ونسقوا بها الحدائق المجاورة تاع المدرسة. مكيف الهواء يتكون من اثنين، وحدة داخلية اللي تعطينا البرودة، وحدة خارجية اللي فيها الضغط وفيها اللي تستهلك الكهرباء. معظم الكهرباء تروح مع الوحدة الخارجية. هذه الوحدة الخارجية كيكون الجو سخون ولا درجة الحرارة مرتفعة، يكون كاين لاشارج في كونسوماسيون تاع التريسيتي. معظم المكيفات تحبس ما تمشيش في الصيف، تمشي مع العشية ولا مع الصباح وين كاين كاينه برودة. ما تحملش سخانة، ما سخانة بزاف ما تحملش. في كل ما ارتفعت الحرارة في كل ما كان استهلاك الكهرباء كبير. احنا درنا جهاز في المكيف على الوحدة الخارجية للمكيف، هذاك الجهاز ينظم ولا يعطي المناخ المناسب للمكيف، يعني هذا المكيف يعمل في ظروف مناسبة، ما يستهلكش كهرباء بزاف، يستهلك كهرباء معلومة ومستقرة، يحافظ على العمر الافتراضي للمكيف. يعني المكيف اللي كان راح يشد لك 5 سنين راح يشد لك 10. ينقص نسبة السخانة اللي يبعثها المكيف، يعني عنده فوائد، عدة فوائد. خممنا في مكيف آخر ما يستهلكش الكهرباء ويعمل مع المكيف الرئيسي، يعني من مكيف واحد تقدر يكون عندك مكيف آخر وما يستهلكش كهرباء ويعمل مع المكيف الأول. ولحقنا وين درنا كليماتيزر، أو أنا هو أو في فلاشامبر تاع الدراري، وين يلطف لك الجو بدون استهلاك الكهرباء ويعمل بماء المكيف الأول. هذا في الحقيقة لقيت عروض من الخارج فيما يخص هذا الاختراع. وأنا أقول لك بصراحة أمنيتي أنه ننجز هذا المشروع هنا في الجزائر. أنا عروض كاين، عروض بزاف من دول الخليج، من فرنسا، لكن لحد الآن ما خديت حتى قرار. إنسان ما شاء الله، بون كشخص إنسان ما شاء الله، وجيران جارنا ونعرفه كامل. وبالنسبة للأبحاث حاجة شابة بزاف، خصوصا تاع الطاقة الشمسية، بما أنه أنا قريت الأمور هذو حاجة شابة بزاف، خاطر الألواح الشمسية لازم لها صيانة يدوية، ولازم لها غير الصيانة هذه، الغسل تاع الغسيل وكامل. الناس راهم يديروك شغل أونتربريز غير للغسيل برك، هو ديجا خدم هذه لاباراي وحدها، ما تسحقش حتى يجيب ناس ويمسحوا لك ويتقام لك ديجا.
مركز للبحث يضم كباتة جزائرية، وإن شاء الله إن شاء الله يا بإذن الله راح نحقوه نحقوه ونواجهوه، لو كان الآخر آخر المطاف.